ان لما يكون معايا مطرب فعلا كل همومه في الدنيا انه نفسه يشوف الدنيا بيضة. كل واحد يتقي الله في مهنته وفي شغله. لا بنحب بعض لا ما بنحبش. شغل الجري والرصاصي واللون اللي في النص هو ما بيحبوش. فعشان كده هنعرف تفاصيل كتير. برحب بالنجم الفنان المحترم سمسم شهاب منور. اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل سنه المشاهدين. خلينا اقول لحضراتكم تاني. اديني كلام حلو قوي يكسر الدنيا ارى ما فهموش. ده يتلحن ازاي؟ يعني ده يتلحن ازاي بقى؟ يقول لي في الاخر هتفهم هيتلحن ازاي. وبعد الكلام اللي ما عجبنيش في اخر لحظه الاقي الاغنيه مكسره مصر. فارس الكلمه عملاق الكتابه الشاعر. اهلا بيك. اهلا بيك يا محمد. عايزك النهارده تلعلع. تمام. منورني. ده نورك. النهارده هنتكلم عن موضوع بدايته غريبه جدا وعايزكم برضه تناقشوا فيه. انا مش ضد. والله انا ما ضد المهرجان ولا ضد كلامه ولا ضد الفكره. بالعكس انا في بعض المهرجانات بحبها جدا. بس تعال نتفق. الناس كلها طالعه تقول المهرجان عيب. تكلم ولي امر يقول لك انا بزعق لاولادي على المهرجان. تكلم حد من الشخصيات العامه والمسؤولين يقول لك المهرجان دي حاجه وحشه جدا. وفي الاخر الاقي اغنيه العب يالا عامله 85 مليون. مين اللي سمعها بقى؟ مين اللي بيسمعها؟ هل يا ترى ده شكل الفن؟ هو ده بقى الاغنيه الرسميه او ده الغنى الرسمي للفنانين للمصريين؟ دي بلد ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب والناس دي؟ اظن ان انا معترض شكلا او موضوعا على وجهه النظر دي. اسمع كده وجهه نظرك باذنك يا استاذ سامس. لا انا وجهه نظري قلتها من زمان وما غيرتهاش. انا شايف ان المهرجانات يعني دي ما عنديش كلام اقوله بصراحه. بس مفيش كلمه توصف اللي بيعملوه يعني. ملهاش علاقه بالغنى خالص يعني. دي حاجه معموله عشان زيطه عشان شباب ترقص تفرح ماشي، لكن ما نوعيه الكلام اللي بيتقال وحش جدا. الطريقه اللي بيتقال بيها طريقه اشبه مثلا بالمنادي بتاع السيارات في الموقف بالظبط كده. ده مش عيب طبعا منادي السيارات ده على راسنا من فوق بالظبط العيش. لكن عمر ما كان الفن اكل عيش. لا. الفن ده رساله وبعدين مهنه. مش مهنه وبعدين رساله. الاولانيه هي الرساله. الاولانيه هي الاهم. زي كده حضرتك كاعلامي عندك رساله بتقدمها وبعدين بتاخد مرتب على رسالتك اللي بتقدمها. مش على اساءتك. اسمها رساله مش اساءه. صحيح. فما يقدم هو اساءه. واي حد من الفنانين السينمائيين اللي ساعدوا على الانتشار ده حسبي الله ونعم الوكيل. ايا كان هو مين. ايا كان هو مين حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بس. واي فنان يا فندم من الممثلين الكبار يرخص نفسه ويغني اغنيه مهرجان بنفسه عشان المنتج عايز كده. يعني هو كده مش اخطا في حق نفسه وحق. لا شوف انا شايف لو مثلا مهرجان معمول في كلام حلو مثلا يعني موافق وكلام دمه خفيف ما فيهوش اساءه والالفاظ بذيئه وماله نفرح ونتبسط. احنا مش ضد فرح الناس. لكن يبقى الكلام وحش قوي وفي ايحاءات وايماءات ويبقى التصوير بتاع الغنوه اوحش منه الموضوع صعب قوي. يعني مش حلو. في دور رقابي غايب للاسف الشديد. في دور تاني على المستمع او المتلقي برضو ده يعني يحمل مسؤوليه. مش لوحدي انا كمنتج مثلا لو بنتج العمل ده بشيل المسؤوليه. لا، في مسؤوليه بتقع على من يروج لهذا العمل. الناس اللي بتخش زي ما حضرتك قلت لما في 85 مليون دخلوا على اغنيه كذا او على مهرجان كذا. لا اسمها هي. تمام. انا مثلا لا. طب مين ال 85 مليون دول؟ اكيد احنا. احنا طبعا. طب ازاي يبقى احنا بنعيب على حاجه واحنا بنتفرج عليها؟ ده بقى اللي تعبني. هي حاجه من الاثنين، اما هي حلوه وخلاص نقبل بيها ونقفل بقى الموضوع ده وما اسمحش بقى حد يقول لي انت ليه جبت بتوع المهرجانات عندك في برنامجك وايه الكلام اللي بيتقال ده؟ محدش يقول لي كده. او اقف بقى اوجه واجهزه الاجهزه الرقابيه تشتغل ويبقى في مصنفات ويبقى في ناس بتتعاقب وناس بتتسال. ما استناش يا فندم لما يعملوا لي اغنيه كلامها عيب ويبقى الاجراء الوحيد ان هو يتم القبض عليهم ويسجنوا. يعني مش دي قضيتي انا. قبل ما نوصل لموضوع القبض عليهم مين اللي سمح لهم؟ مين اللي وافق لهم؟ ده انا لسه هتكلم مع عماد على مصيبه هحكي لك عليها يعني تشاركنا فيها يعني بعد اذنك. المصنفات الفنيه يجي شاعر كبير زي الاستاذ عماد عبيد او نماذج ثانيه
يروحوا للمصنفات، لو سمحتوا بالاغنيه دي انا عايز اسجلها تصنيف او اخد تصنيف عليها. يجي موظف هو موظف على راسي بس اسمه موظف، لا هو شاعر ولا مؤلف ولا كسر الدنيا في الشغلانه دي قبل كده، يقول له لا غير لائق. تمام. استاذ عماد حصلت الواقعة دي معاك؟ حصلت طبعا، حصلت وحصلت في كلام ما يتشالش. قول لنا الكلام كده يا استاذ سمسم برضه يشاركنا. لا يعني بص اقول لك، هو في حاجه بقى يعني انا عايز اقولها، هو احنا في زمن النحت بقى. انا هنقل موضوع المهرجانات بس عشان انت طرحت مشكله. موضوع المهرجانات ده، هو اول حاجه موضوع اليوتيوب اللي هو ال 85 مليون اللي انت بتقول عليهم يا محمد، دول ممكن ما يكونوش يعني، ممكن يكون نصهم من مصر، لان اليوتيوب ده فاتح على الوطن العربي. نصهم من مصر يا محمد. دي يعني نصهم يا استاذ سمير. دي حاجه ماشي. وفي ناس دخلوا طبعا بحب استطلاع، يعني هم عايزين يشوفوا الموضوع ده. هم لما جم يقننوا ده، قننوا على الشعراء المحترمين بقى في المصنفات الفنيه. لما جم يقننوا الموضوع ده، قننوا على الشعراء المحترمين. لما سالت مين اللي بيصنف الغنوه دي يعني تسمح بنزولها الاسواق، اقول لي ده موظف. طب الموظف ده شاعر؟ اقول لي مش شاعر. طب الموظف ده ملحن؟ مش ملحن، موظف عادي. مش لاقينه بيعمل حاجه، تعالى اخنق الناس دي وخنقنكوا فعلا. خنقنا فعلا، حاجات بتترفض ما تترفضش. طب ما تقول لنا كده من الحاجات. في حاجات انا مش هقدر اقولها لسه، ما نزلتش السوق عشان ما احرقش. لا لا، قول لي جمله، قول لي جمله، قول لي هو واقف عند الجمله دي. يعني انا في غنوه بعملها لعبد الباسط حموده ماشي. فالغنوه يعني الغنوه دي في فيلم، الغنوه دي في فيلم. انا مش عايز بس من الغنوه هي الكلمه دي هي لا يعني مثلا انا قصدي ايه مثلا، وانا بحبك وانت نسيتيني، ويوم ما اتقابلنا فوق سطوح ليلك زعلتيني، فجي عند الجمله دي وقال لك لا غير لائق مثلا. هي حاجه شبه كده، هي حاجه. طب انا هقول انا هقول الجمله، هي هقول الغنوه يعني عادي يعني الموضوع بيتقال ايه. ثانيه واحده يا عمده، انا عندي بس نقطه عايز اضيفها لكلامك بعد اذنك. طبعا هو الموضوع مش في الكلمه ومش في التغيير. لو انت عايز تغير، انت جاي عند الناس اللي بتقدم فن وجاي تصلح عليهم اللي المفروض ما يتصلحش، وسايب الغلط كله عمال يجري في البلد، وعامل نفسك مش من هنا. اما انت جامد كده، ما تشيل لنا شويه الصيع دولت علشان البلد تنضف، شيل لنا شويه الرعاع اللي مالين البرامج عشان البلد تنضف، شيل شويه اللي بيطلعوا عاملين زي الغوازي مش الرجاله عشان البلد تنضف. لو انت عايز تطهر، طهر طهر بقى واحنا معاك. ولو كنت انا واحد من الناس اللي انت عايز تطهرهم، طهرني انا كمان يا سيدي، بس انضف البلد. ما بشتغل عليك انت راجل فنان محترم. شوف انا موافقك، انا موافقك لو احنا بنعمل حاجه غلط وقفني، بس خلي بقى نفسك، خلي اضرب بايد من حديد يا سيدي. صح. لكن انت ماشي بمبدا انا يعني غريب جدا، انت مغمض عينيك وعامل نفسك من بنها يا سيدي. لا مع احترامي طبعا لاهل بنها يعني، بس هو مثلا يعني حبايبنا. انت عامل نفسك مش من هنا. لا من فضلك لو تكرمت، لو تكرمت حط ايدك باضرب من حديد على البرامج اللي بتستضيف اراجوزات. احنا فين؟ احنا فين من الرياضه العربيه؟ احنا فين يعني؟ احنا فين الفن المصري من الرياضه العربيه؟ احنا عمالين نرجع نرجع نرجع، وعمالين بقى شكلنا وحش قوي، وعمالين بقينا مسخه العرب ومسخه العالم. وبقى دلوقتي لما يجي يقول لك انا عايز اهيس، شغال لي مطرب مصري عشان يهيس مش عشان يسمع. احنا وصلنا لحد كده، وصلنا لحد كده بسبب شويه سفاهات. وكل واحد منهم يطلع يقول لك انا باكل عيش. يا عم كل عيش، افتح لك كشك ولا اعمل لك اي حاجه بعيد عن الفن. مع احترامي برضو للناس البسطاء الغلابه اللي احنا منهم، انا مش قصدي كده، انا قصدي ان الفن ليه منظومه، ليه شكل معين. انما الناس دي بتهزر، الناس دي بتهزر. لا الرقابه الفنيه والمصنفات على راسنا من فوق، بس من فضلك طهر الكل، من فضلك طهر الكل، من فضلك طهر الكل. اللي بيستضيف يستضيف ناس محترمه، اللي بيجيب ناس في برامج يجيب ناس محترمه، الراجل اللي بيعمل فيلم يجيب ناس محترمه عشان عيالنا يطلعوا محترمين، مش عيالنا يطلعوا متسولين وشمامين. هو دي وجهه نظري. صح. بغض النظر عن الاغنيه بتاع الاستاذ عماد، وليه كل الاحترام طبعا، ده شاعر كبير، ده اخويا، وكل كلمه بيكتبها انا بصمله بالمليون، هو وكل الناس اللي انا اشتغلت معاهم وغير اللي اشتغلت معاهم في شعرة كتير قوي محترمين مالين مصر. وانت سايب كل الكلام السافه التافه البذيء وجاي تتكلم على ناس محترمه، توقف ده وترجعه يبقى شاعر جاي لك من طنطا ولا من المنصوره ولا من، طب سيبك عماد من هنا من القاهره،
يعني سهل جدا بعربيته هو بيتمشى يوم ولا اتنين حتى لو تعب شويه سهل. لكن الراجل اللي بيجي لك من ديار بنجم زي صلاح مندي مثلا اخويا الشاعر ده وتيجي ترجعه يومين ثلاثه عشان يعمل تنازل، طب ده يرضي ربنا؟ ما ينفعش. عشان طب ده يرضي ربنا؟ ما ينفعش طبعا. لا ده برضه ما تنساش ان ده راجل عنده بيت وولاد، وده ممكن يكون اكل عيشه، وده صلاح عطيه اللي جاي من طنطا ولا اللي جاي من دمياط ولا احمد غريب اللي جاي من طنطا. لا احمد غريب ده انا عايز اقف عنده دولت. احمد غريب ده انا عايز اقف عنده، راجل كتب لمصر وكتب يعني اغاني محترمه جدا جدا، ويجي موظف يقول له لا لو سمحت، بيقول له كده يا عماد لو سمحت لو دي غير لائقه، من انت؟ حضرتك مين؟ يعني انا النهارده لما اقعد اناقشك في مقاماتي يا استاذ سمسم وانا افهم مقاماتي. لا لازم يبقى الراجل اللي موجود في المصنفات راجل، انا اسف، منصبه او مكانه يؤهل له انه يقدر يقيم الاستاذ عماد. صح. وده يبقى على راسنا من فوق، يبقى لازم يكون شاعر كبير وشاعر ليه اسم تقيل يقرا الكلام، فلما يتكلم ويقول انا واقف قدام قيمه وقامه، فاكيد كلامه على راسي حتى على الاقل لما يلاقي غلط فيقول للصح ايه. صحيح. هتعلم منه. صح. ايوه يا فندم. هتعلم منه واقف قدامه وانا يعني ليه تبجيل وليه احترام. يعني مش هزعل لما يقول لي لا اطلاقا، لكن اللي بقى موظف، والموظف ده ليه كل التقدير والاحترام، ولكنه هو بيقدم عمل مكتبي وليس عمل فني. لاي سلطه تقعد وتقول لا ما ينفعش. في حاجه يعني، في حاجه في غنوه يعني كانت تتر مسلسل في رمضان اللي فات اسمها ملعون ابو الناس العزاز. انا عايز ايه الجمله دي بقى؟ ممكن تقول لي؟ لا بس هقول لك على حاجه. ما هي الجمله دي انت هنا ده ابداع، يعني الجمله دي لو اتشالت من الغنوه الغنوه وقعت بتقع. لا بص، احط لعنه منعول ابو الناس العزاز. اعجبت ناس كتير وناس كتير بتغنيها، بس هي دي لطه. لا يا لا يا محمد لا، ما هو ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. ايوه دول بني ادمين ولا خشب؟ تمام مش بني ادمين يا استاذ احمد. تمام. زي يقول ملعون ابوهم يعني. انا بصوا خليني اقول لكم على حاجه، لو احنا بنتكلم عن الصحه صح، فالصحه صح وواضح. ملعون ابو الناس العزاز اللي طلعوا اندال، تقول لي ده مش؟ لا ده مش ابداع، ده حاجه عيب. نجحت والناس حبتها ماشي الحال، بس نقف عند اصل الكلمه عيب. يعني انا ينفع واحنا بنتكلم ابنك يقول ملعون ابو جارنا؟ بص هقول لك على حاجه، هو الـ الفن عامه مرآة الشعوب. يعني بالنسبه للاغاني الكلمه لما بتحملش، لو فيها مثلا ذو معنيين، يعني الكلمه انا بقول لك كلمه دلوقتي انت هتاخدها على جوه زي ما بنقول باللفظ البلدي كده، لا دي شيلها. لكن ملعون ابو الناس العزاز الكلمة ابنك اكيد بيسمعها في الشارع، انت بتسمعها في الحياة العادية. موافق؟ لا ما فيهاش حاجة. ابو الناس العزاز انا عندي اعتراض عليه. ملعون ابو انا معترض. لا انا شايف اللي هي محمود اللي مع الاستاذ سمسم شهاب، ما كلنا معترضين عليها بعد اذنك. لا والله خالص. لا طبعا عماد شاعر كبير. ايوه ما لهاش علاقه. لا هو ملعون. لعنه الانسان في حد ذاتها شيء غير محبب. انا اسف. لا انا اخويا، بس انا قصدي ملعون ابو الناس العزاز اللي طلعوا انت، احنا بلاش انها عيب. خليتني انا بقى هقول بعد كده بدل ما نقول ابو، انا ممكن اقول يا خساره اهل الناس العزاز طلعوا اندال بنت مثلا. او لو وحشت الناس العزاز طلعوا ماشي. بس هي لا هي عملت حاله جامده جدا. بس طب ما هو يا جماعه ما نعملش. بص هو اتخذت بمعنى درامي، يعني اتخذت دراميا، خدمت الحاله الدراميه للعمل بالامانه. لكن انا اللفظ ذات نفسه انا عندي بس هي اللفظ انتوا لما ترجموه كله على بعضه ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. لا المعنى واصل يا عمده. من عمر المعنى عندنا انت على تربيه اللفظ بتاع ملعون. انا ضده يا عماد. انا ضده يا عماد. اتفضل. يعني انا ضده. هي اراء، هي بتبقى وجهات نظر. يعني انا هقول لك على حاجه، عماد عامل اغنيه لمطرب اسمه شريف المصري بيقول لك مستضعفين جميل ونحل وبري نحل وبري وبيبيعوني. وقفوا بعض الناس الدكتور في الجامعه على نحل وبري. قال لك ايه نحل وبري دي؟ قلت له تعالى ده نحل الوبر دي. قلت له نحل الوبر دي يعني جابوا اقصى. بص أيوة. الراجل وصل للنحل الاقصى نزع للالم والحاله دي. خلاص. ولكن خليني اقول لك كان عنده تحفظ على نحل الوبر مش ملعون ابو العزاز. انا اسف. نحل الوبر ده هقول لحضرتك على حاجه. شفت حضرتك أنا شفت جلدي شفت جلدك من هنا في ايد بتبقى في ناس مشعره. نحل الوبر ده اللي هو بيشيل الشعر دوت ده الوبر. نحل وصلوا لحد خلاص دخل فاضل الجلد يخش يعني جوه الدم وبيشيلوه. والله حتى ما بيشيلوه. فلا من الاغاني اللي انا قلت لعماد، حتى قلت له يعني انا بحب شريف قوي، قلت له يا عماد انت ازاي ما عرضتش الغنوه ده عليا؟ أنا هنا اللي هي مستضعفين. حلوة. أنا كنت هسمعها غنيتها خلاص.
هو بس طبعا هي راحت لصاحب نصيبها. لا لا مش شريف ابنك واخوك يعني، بس هو عماد بيدي هو بيزعلني. شريف مغنيها حلو، بيبقى مخلي حاجات كده يعني. ليه بتخبيها عني؟ ادي واحده لابو احمد ودينا انا. احنا جايين نهدي النفوس. ايوه طيب ما تيجي نغني، نفسي اغني في اغنيه بحبها بيقول لك انا اللي كتير بلوم نفسي، دي انا بحبها قوي قوي. اسمح لنا نسمعها. انت عندك النهارده خمس اغاني، استعدوا مشاهدينا. سمسم شهابنا مدين لنا بخمس اغاني، واحدة اهي انا اللي كتير بلوم نفسي. اسمعوا بقى وقولوا لي رايكم. اتفضل يا استاذ. الاول بس اقول الغنوه دي كانت الحمد لله كانت بالنسبه لي وش السعد. عماد دايما يقول لي دي بهية بتاعتك، ازاي بتاعتك يعني نسبه الاستاذ محمد العازب. بهية دي كانت بالنسبه له الحاجه الواو، فعماد بيقول لي دي بهية بتاعتك. فعلا بروح واجي وبقدم اعمال حلوه جدا، والناس فضل الله. الحمد لله الحمد لله ليها معايا كل حاجه كويسه، لكن بتفضل الاغنيه دي في الذاكره لانها عملت حاله في الوطن العربي كله. صحيح. وعايز اقول لك ان الغنوه دي والله اعلم من وجهه نظري انها غيرت شكل الغنوه الشعبيه في السينما بعد ذلك. يعني بعد كده الغنوه الشعبيه في السينما بقت تروح لده. الحمد لله. قبل ده كانت الغنوه الشعبيه في شكل تاني خالص. الحمد لله كل اللي اتقدم عماد حتى عمل حاجه بعد كده وحاجتين في السينما لناس غيري كانوا الحمد لله زي يعني ما شاء الله زي الفل. نفس السكرين. طبعا عايز اشكر وليد عبد العظيم الملحن، طبعا اخونا اخويا وحبيبي وفي كل مكان لازم اشكره طبعا. وتامر صقر الموزع، لازم الناس دي عشان دول اللي شيلوا تعبوا وقدموا الحاجه دي. وانا كمان بشكر تامر صقر المحترم اللي بيحترم بجد فنه، بيحترم فنه بجد. ووليد عبد العظيم طبعا راجل ملحن جميل وانا بحبه على المستوى الشخصي. وابدع مهندس صوت في مصر محمد جوده، ده اخونا ده هو ما شاء الله ده مش يعني كل الاعمال. انا اللي كتير بلوم نفسي وتعب روحي ويايا عشان مش راضي على نفسي، همومي شايلها جوايا ولابس وشي مش وشي، تشوفني تقول جبل واقف وعامل اني ما بخافش، لكن دايما بكون خايف. صحيح البخت خدني ومال وديني كمان ما اقضيها، كل يوم بكون على حال اعمل ايه بعدي ما الناس خلونا نبقى عالدنيا دي ما نبقى ونداري ضعفنا، يا نعيش راضين غلابة يا نكون زي الديابة، روحنا على كفنا ومليش في الدنيا دي سكة وأعيش فيها على تكة، بدار القاها بالضحكة ومستني لغنهاية، بموت جوايا ميت مرة نفسي ارتاح ولو مرة، بحاول احل في المر عشان تعدل كده معايا، مش ذنبي اني ده مكاني، حلمت اكون واحد تاني، لعبت كتير دور الجاني، كفاية خلاص كده علي، يا عالم حسه من الاخر بقيت من روحي على الاخر، مش عارف ولا قادر اخبي الدمع في عناي، ده الناس خلونا نبقى عالدنيا دي ما نبقى ونداري ضعفنا، يا نعيش راضين غلابة يا نكون زي الديابة، روحنا على كفنا وانا اللي كتير بلوم نفسي وتعب روحي وياي. الله 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 الله. عايز اقول لك على حاجة، قال لنا يعني تكنيك كده في الغنى هنا، التكنيك ده يعني كان نفسي اسمعه في التسجيل. انت احنا بنقول حاجات تانية يعني بنجود حاجات اكتر من كده. بس طبعا بيبقى معايا الكورال بيقول جمله وانا برد عليه عاملين تجويد تاني خالص. ما شاء الله عليه. طب قول لي انت بقى يا عم، بما ان الاستاذ طلبنا منه يغني وغنى، ينفع اطلب منك تقول لي يعني مش لازم اغنيه ممكن تكون هبيعها، ممكن تقول لي اي حاجه شعريه كده نسمعها منك تقول لنا؟ انا نفسي عماد يقول كلمه يعني. نفسي تقول حاجه تقولها القاء دلوقتي الناس تسمعها منك.
أغنية الغربة. الغربة حاضرة معاك الكلام؟ لا هو الكلام مش حاضر، برغم اللي الغنوة دي بتخليني أعيط. طب يعني عيط يعني. من الإبداعات اللي عملها عماد عبيد أغنية الغربة. طب يقول لنا حتة منها حتى. طب نسمعها غنى من لا انا ليا انا عدد عشان هيجي يقول لي مش هغنيها، لان من كاتب عماد كاتب فيها سينيو. طب قولها لي والنبي. بتقول علشان ماليش مكان فيكي رضيت ابعد واتغرب، علشان مش قادر ارضيكي بقيت وياكي متغرب، معاكي قلبي كان مكسور مع انك بلدي وفروحي، يا ما حلمت النبات مسطور وكان ده املي وطموحي، بقيت متعري جواكي ومن غير ظهر براكي، واخد على خاطري قوي منك لكن مش قادر انساكي، بعيد عنك وبيعاني وكسراني ودبحاني، بحبك واللي واجعني لقيك انت اللي كرهاني، لقيك انت اللي كرهاني. كلمات محمد سامي وزي ما انت قلت. حلو عم داود. لا حلوة. لا حلو قوي، اول مره اسمعك بتلقي. لا بيلقي حلو. انا عايز اقول لك الغنوة دي هو برضو لان هو بينقل مشاكل الناس يعني. لقيته هو بيتصل بيا بيقول لي عماد بقول لك ايه، قلت له ايه، قال لي الشباب بتوع اللي مسافرين في الغربة بيقول لي احنا عايزينك تغني لنا تنقل مشاكلنا. فاستغربت، يا عم انت مش عايز تاكل عيش انت يعني؟ كل يعني في موضة طالعة المطرب بيقول لك انا عايز غنوة تاكلني عيش. لا ده بيغني غنوة بيدفع فيها العيش اللي هو هياكله يعني. احنا عاملين غنوة والله احنا عاملين غنوة اسمها ما بحسش بالوقت معاك. الغنوة دي يعني انا من وجهة نظري هي اكتر غنوة اتدفع فيها فلوس في الفترة اللي فاتت دي كتكلفة بجد. الغنوة نص ساعة، احنا قصرناها لعشر دقايق، جايبين الات لايف كتير والغنوة حالة جميلة جدا. بس هو للأسف زي ما انت قلت يا محمد ايه الاعلام بيبقى متسلط على المهرجانات، متسلط على الحاجه دي يعني. انت عمرك شفت مطرب غنى غنوه حلوه جابوه برنامج بيقولوا الله الغنوه دي حلوه انت عملتها ازاي؟ انت مفيش. لكن يجيبوا مفيش والله. لا في في فين عندي لا عندي استاذ سمسم شهاب عمل اغنيه حلوه وجابوه برامج، عندي الاستاذ احمد شيبه مع احترامنا ليه عمل اغنيه وجابوها في برامج، عندي عبد الباسط حموده وعندي طارق الشيخ. انت عندك انت محمد انت بتتكلم مش عندي. انت طارق الشيخ في المطلق لا انا عايز انا بص هقول لك على حاجه، البرامج اللي بتجيب المطربين اللي عملوا اغاني كسرت الدنيا والاغاني حلوه وهادفه قليله جدا، بس هم البرامج بقى التانيه اللي بيجيبوا بتوع المهرجانات وبيجيبوا البرامج التانيه اللي عملت. ما احنا مش عايزين نسال. انا امبارح انا لو حد من البرامج جايب مهرجانات بيبقى جايب ينقدها، ما نقول اللي بس طب ما هي بيعملوا شو بينقدوها. بس اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. يقعدوا في البرنامج يغنوا معاه والجمهور يسقف وتلاقي الكاميرا تقوم عامله كلوز على اللي بيرقص والبنت اللي بتزغرط والواد اللي بيهايبر والدنيا بتبقى زي الفل، خرج من البرنامج نجم. احنا ماشيين دلوقتي يا انا عايز اقول حاجه بس كل ما هو شاذ ما شاء الله بقى ممتاز. عايز اقول حاجه على في برنامج كان الاستاذ حلمي بكر يعني راجل قامه وقيمه، لما كان جايبين اوكا وارتيجا كانوا جايبينه في قناه الكوره والناس، اوكا وارتيجا طلعوا من البرنامج نجوم. حصل طلعوا من البرنامج نجوم الناس اتعاطفوا معاهم. بس عايز اقول لك على حاجه، خليني اقول لحضرتك برضه لازم نتفق عشان الناس اللي بتتفرج علينا في منهم شباب وفي منهم برضه ناس بتحب المهرجانات وده حقكم، احنا عشان تفهموا بس رسالتنا احنا مش ضد ابدا المهرجانات. سمسم شهاب قال دي حاله حلوه وتفرحنا، طالما بتفرحنا يلا نفرح بعض ونفرح كلنا ماشي الحال، لكن انا ضد ان تقعد تقول لي ركبي مش عارف ايه وهي لابسه ايه. طبعا ايه ده؟ عيب بقى، كفايه بقى كفايه. وانا بطلب من بتوع المهرجانات حاجه، يا بتوع المهرجانات يا محترمين الناس اللي بتحب المهرجانات حافظوا على مهرجاناتكم يعني اي واحد تعرفه انه بيعمل حاجه وحشه هاجموه وقفوا ضده. لا قول له انت تقبل ان اختك تسمع الكلام ده؟ صح. تقبل ان اختك حد يغني لها الكلام ده؟ والله قلت لك. تقبل ان والدتك وهي قاعده في البيت واكيد هم اولاد ناس محترمه لان اهاليهم ناس طيبه، تقبل ان امك الطيبه دي تسمع الكلام ده؟ قلت له تقبل ان اختك تتعاير بيك ولا ابنك يتعاير بيك؟ تقبل ده على نفسك؟ بس اسال نفسك راعي ضمير. عندنا مشكله ضمير، انت اسال ده، استفتي قلبك، ده صح اللي بتعمله ده صح؟ يقول لك ليه وانا بشرب مخدرات يا استاذ؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله يا سيدي. انت شربت مخدرات هتضر نفسك، لكن ده انت بتضر وطن. صح، ضر نفسك ده حقك. انا قلت له عارف يقول لي ايه؟
تخيل لما قلت له مجموعه معينه كانوا عاملين اغنيه عيب قوي قوي، فانا قابلته في مكان بقول له خد يا عم ابو فلان انت اللي عامل الاغنيه، ترضى اختك تسمع الاغنيه دي؟ قال لي لا. بس قال لي لا. طب طب وسايبها ليه؟ حاله بقى وكل الناس فرحت بيها. اصل انا وكل ما اتكلم واحد فيهم ده بقى يقول لك ايه؟ انا ما كنتش عاملها اصلا عشان تنزل السوق، ده احنا مسجلين كده مع اصحابنا فجاه اتسربت. ما شاء الله اتسربت. اتسربت. بسم الله اتسربت ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عندهم الكمبيوتر بيخر فوقعت. انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن قلت الموضوع ده كذا مره بس بحب اقوله تاني. كوكب الشرق ام كلثوم لما بيسالوها بيقولوا لها انت احنا كلنا بنحب نسمعك، انت بتحب تسمعي مين؟ في الوقت ده كان في عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد واسمهان ناس ناس تعمل لهم تماثيل ماشي. قال انا بحب اسمع محمد قنديل. أيوة. الصوت اللي انا بحب اسمعه. أيوة. محمد قنديل. في الوقت ده محمد قنديل كان مطرب شعبي. مش طب هي لو عايشه لغايه دلوقتي هتقول مين بقى؟ بس اقول لك على حاجه، بس كان مطرب شعبي مش شعبي. مش شعبي. ما هي هم هم المطربين دول يجيبوا نازله شعبيه للي بيسمعوا. ده انت تسمعه تنهج. دول مطربين. بس هو احنا لما بننقد احنا الحمد لله اغانينا ناجحه في السوق وكويسه والحمد لله. النقد بتاعنا مش حقد. لا يقول لك ممكن 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 يقول لك سمسم شاب وعماد عبيد عشان هم التانيين ناجحين وانتوا مش ناجحين وانتوا فين. لا مش ناجح. هم ده يبقى كلامهم. لا يقول لك هو كلامهم عماد عبيد بيتكلم علينا ليه، ده احنا مكسرين مصر وعاملين 85 مليون. لا طب ما احنا عاملين ده برضه. استاذ عماد بس استاذنك انا اسف، يعني هو مقياس النجاح ايه عندهم ولا عندنا عامه؟ مقياس النجاح ان احنا بنعمل حاجه محترمه ما نتكسفش والناس بتسمعها وبتقولها ويحصل لها مشاهده برضه. ويحصل لها اكيد مشاهده. ما هو بيحصل مشاهدات يعني فولو. لا هو بيقول كده. هو بيقول كده. طب اضرب لك مثل بسيط. اتفضل. طيب بمناسبه بقى المشاهده وعدم المشاهده، سيادتك لو ماشي في الشارع ببدلتك الجميله دي كم حد ممكن هيبص عليك ويقدرك؟ مش كتير. هنقول 100 مثلا من الألف اللي في الشارع. اوكي. بس ال 100 دولت محترمين وبصوا عليك باحترام. طب لو مشيت واحده خليعه جنب منك كم واحد هيبص عليك؟ 1100. طب ال 1100 دول محترمين؟ لا. وهل الواحده دي محترمه؟ ماليش دعوه. يبقى هنا المقياس ملوش علاقه بالعدد. ماليش دعوه. وبعدين اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لنا الحقائق دي في القرآن قال دايما اكثرهم لا يعقلون. اكثرهم لا يعلمون. لا يفقهون، لا يبصرون، لا يدركون، لا يؤمنون. فمش بالاكثريه. ما هو ده مقاييسهم. انت مش فاهمني، ده مش مقياسي. بالكيف مش بالكم. ده كلامهم هم. لما تيجي تتكلم ويقول لك ده اصل الاستاذ عماد عبيد قال كذا وكذا، يقول لك ايه ده هو متضايق مننا لان احنا عاملين كذا. لا اللي اتكلم عن جهل ما نشغلش. لا ده مقياسهم. بس انا عايز اقول لكم على حاجه. مش عايز اقول اسماء مطربين لان انتوا من الناس اللي بتحبوش. انا بالمناسبه عندي استعداد. في اتنين نجوم خدوا اغنيه السيده ام كلثوم وراحوا مقلبينها وغيروا كلامها وعملوها بشكل تاني خالص بنفس اللحن. ده عادي عدت علينا كده دي؟ لا جمعيه المؤلفين والملحنين وقفوا في الموضوع وقفوا في الموضوع عشان ما تنزلش على في في, في العمل. لكن هي موجوده والناس موجوده. ما حضرتك بعيدا بقى عن القوانين عن الاصول وولاد البلد. السيدة أم كلثوم والفن العظيم ده يرضيك اللي بيحصل؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. صح. لو في إيد من حديد أي حد مش هيقدر يتجاوز. صدقني. بعيداً عن العقوبة. من أمن العقوبة أساء الأدب. بعيداً عن العقوبة. اتفضل. فنياً. بعيداً لا عن لا العقوبة. يجوز طبعاً، لا يجوز. يعني هي ست أم كلثوم تعبت وشقت هي والأساتذة المؤلفين والملحنين والموسيقيين. وكانت بتقف تغني على المسرح بثلاث ساعات، وكانت تجيب الفلوس تديها للجيش المصري عشان يسلح نفسه وعشان نحافظ على بلدنا، وبعد ما تموت نشوهها ونبهدلها. لا لا انا شايف ان دي بين قوسين قله ادب بس خلاص. اتفضل بقى كمل كلامك. وانت يا عماد انا شايف برضه الكلام. انا امبارح نزلت بوست عندي على صفحتي على الفيس، كنت بنقد غنوه كده لناس اصدقائي يعني ليهم كل التقدير والاحترام، فنانين بجد. صورت ايه؟ لا ما اهو يعني قال له ايه اللي حصل لي يعني؟ تليفونات يا عم ما ينفعش. لا مش هم. لا هددوني ايه؟ مفيش حد يقدر. لا 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 الحمد لله طبعا. لا 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 هم كلموني ناس زمايلنا كلموني قالوا يا عماد شيل البوست وخلاص الغنوه الناس تتكلم عنه. وانا من بس الموضوع ضايقني. قلت لعماد شيل البوست. قال لي شيله بس كنت يعني عماد
يعني من خوفه على الـ على الـ على الحاله هو اتصرف بـ 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 كفنان خايف على الوضع. اغنيه سيئه يعني، مش عايزين نقيم الاغنيه يعني ما فيش داعي، بس انا شايف ان عماد رغم ان عنده حق لكنه تسرع. يعني انا ارفع السماعه على زميلي ده اقول له اللي انت عملته ده غلط، وبعد ما يقول لي طيب معلش يعمل اللي يعمله. نزلت انا مش رقيب، انا فقط انا وحضرتك والاستاذ عماد بنأدي رساله، فانا اقول رسالتي لكن مش من حقي اتعدى عليك. انت ما اتعدتش، بس الراجل قال ان الاغنيه دي صح. ايوه المفروض انها يعني فيها مشاكل وما كانتش تصح ولا طليق، وقال كده. تخيل ان ممكن اللي يخش يعلق عندك ويقول لك ايه البذاءه دي، تلقاه مشغلها على التليفون في نفس الوقت. اصل الفيسبوك ده عالم منافق، في نفاق ورياء غريب. تلاقي واحد حبيب قلبي وهو ما يعرفش عنك حاجه اساسا. لا يعني بس في حاجه يعني ده بيفس ويبك، ملوش علاقه يعني، قليل جدا لما تلاقي فيه صدق. انا بكلمك بكل امانه صدقني والله العظيم بكل امانه. فبرضو الناس بينافقوا، يعني ممكن يخش حد يأيد عماد في الكلام وتلاقيه في نفس الوقت عماد لو طب عليه فجاه تلاقيه عم يشغل اغنيه. تمام. فطب انت كده عماد بتخسر زملائك دول. لا انا اكلمهم، وانا رفعت السماعه على واحد امبارح وهو اكيد سامعني دلوقتي، قلت له لا انت جميل وانت فنان جميل وعملت لي اغنيه كذا وعملت له فلان وفلان، وانت في اللي جاي افضل، فان شاء الله اتمنى انك انت دي تكون غلطه ما تتكررش. وانا كمان اتصلت بنفس الراجل اللي حضرتك كلمته امبارح، وينفع نقول اسمه على فكره؟ احنا ليه بنتكلم ان احنا مش اتصلت انا باحمد غريب امبارح؟ لا انا اتصلت بزيزو فاروق. انا اتصلت باحمد غريب، يبقى احنا كده لازم كنت اقول ازاي اتصلت باحمد غريب. اتصلت باخويا اطمن عليه. لا كده هسيبك وامشي انا وعماد. عايز اقول لك اتصلت باحمد غريب وقلت له، قلت له يعني الاغنيه كده تعالى لي لان انا سمعت فيها لفظ يعني، فقال لي لا دي تيمه ومش انا اللي عاملها، انا الكلام بيقول 1 2 3 4 5. قلت له طيب اللي بيعمل اغاني جميله جدا وهو راجل شاعر محترم ليه جدا مستقبل جداً. انا بقول لك ليه مستقبل والله يا احمد، انسان جميل كمان. فانا يعني وبما ان انت مش من الناس اللي بتشتغل بمنطق السبوبه والنحت، تعالى بقى ايه خليك كده معانا، يعني خليك مع الناس اللي بتحب بلدها وبتحب واحمد شغلها. واحمد صاحب كلمه كمان وراجل محترم صاحب كلمه، ان شاء الله يبقى معانا قريب ان شاء الله. لا وان شاء الله كمان انا بقول لك اهو احمد غريب من الشعرة اللي هو ليه اسم الحمد لله دلوقتي، لكن هيبقى ليه اسم قد كده 10 12 15 مليون مره ان شاء الله. موهوب باذن الله. طيب هناخد بس اغنيه بقى اسمعكم. تحبوا تسمعوا ايه اللي انت عايزه؟ لا انا اقول انا حاجه تحب تسمعوا. لا اتفضل. لا اتفضل امروني بس اتفضل. طيب غنيت ولا غنيت يعني؟ غنيت يا حسن غنيت. بالنسبه للافيهات قبل ما يغني استاذ سمسم كانوا بيكرموه في مهرجان كده وانا كنت موجود هناك، فقعد معاه مدير اعماله او اخوه حبيبه استاذ محمود. لا اوعى تقول مدير اعماله دي استاذ شريف. مدير اعمالي ابو رحمه. لا ابو رحمه استاذ شريف. ايوان. لا هو ايوان. هو معاك مدير اعمالي معاك. واحد بس خلاص انا غلطت. ما انا بقول لك هو ابو رحمه. هو انا فوكال؟ لا ده ابو رحمه يطردني من الشغل. استاذ شريف صاحب الفضل النهارده ان انت معانا، واستاذ شريف اخويا وحبيبي وعلى المستوى الشخصي وصاحبي وحبيبي هو عارف ده، بس انا قصدي يعني عشان مشاهدينا يعرفوا استاذ محمود ده مين. استاذ محمود اللي بيشتغل مع استاذ سمسم شهاب، فسمسم راح ياخد الدرع ومحمود قاعد في اول ترابيزه وانا جنبه، فهو بياخد الدرع جه سمسم قال له ها محمود صورتني حبيب قلبي؟ قال له لا يا استاذ. قال له حبيبي يا حوده. فانا رد فعل الاثنين جنني، واحد بيقول له بنفس الوش ده، قال له لا يا استاذ، قال له حبيبي يا حوده. انتوا ليه عملتوا كده في بعض؟ لا يعني هو يعني هو اللي حصل. انا منتظر يقول لي ايه صورتك او اسف ما صورتكش مثلا، انا ما خدتش بالي. هو قال لي فلقيته ايه؟ اقول له صورتني يا حوده؟ قال لي لا. قلت له حبيبي يا حوده. اقول له ايه طيب؟ حبيبي يا حوده عايز في حاجه قاعدة. في حاجه عايز اقولها لك يا محمد. انا بحسده عليها. عنده كنترول فظيع على لا سمسم عنده كنترول غريب على اعصابه. يعني يبقى بص في نار ايده جوه تكلمه في التليفون يا عماد مفيش حاجه ما شاء الله. معرفش هو بيعمل الكنترول. انا سالته انت بتعمل الكنترول ده؟ أنا عند ربنا. لا عنده ثبات انفعالي فظيع يعني الله اكبر. انا ببقى حاسس بيه وهو بيرد على التليفون. لا بيفصل ما شاء الله وبيتكلم. ما شاء الله. طب يلا نسمع. عايز اسمع بيت العيله. بيت العيله دي بقى انا قبل ما يغنيها اقول لكم على احساس كده عايزكم تعيشوه. هو مزعج بس لازم تعيشوه. الاحساس بيقول لما تبقى عايش في بيتك
وذكريات بيتك ايام ابتدائي وثانوي واعدادي، وكنت شايف باباك وهو بينده عليك يديك حاجه تاكلها او تشربها. احساس كان بيبقى فظيع جدا لما تبقى انت شايف والدتك ووالدك خارجين من الاوضه دي رايحين الاوضه دي وملمومين حوالين فيلم بتتفرجوا عليه. احساس اعظم وانت ملموم مع اخواتك بتلعبوا في صاله بيتكو، وفجاه تصحى على كابوس ان البيت ده لا بقى فيه الناس دي، ولا ابوك موجود ولا اخواتك ولا اي حاجه. فذكرياتك دي هي دي اللي انت متعلق فيها. البيت العظيم ده اتهد. انا اخد اتصال تليفوني والحاج عبد الكبير. واهلا بيك حاج علي. اهلا بيك صقر الاعلام المصري استاذ احمد سامي. ربنا يخليك، ربنا يخليك لنا يا حاج علي حبيبي يا استاذ. ربنا يخليك. طبعا بنشكرك على الهديه اللي انت بتهدينا بيها دي يا استاذ محمد. امر وشرف، امر وشرف. سمسم شهاب طبعا العالمي بتاعنا، ربنا يفتح حاله يا رب. حبيبي حبيبي يا ابو شوفة، حبيبي يا ابو شوفة، حبيب قلبي. حبيبي يا استاذ. الله يخليك. كده مفيش شغل بكره ان شاء الله، مصر كلها اجازه كده بقى. يا ربي طالما جبت لنا بقى سمسم شهاب يا استاذ محمد كده. السهرة صباح النهارده يا حاج علي، السهرة صباح النهارده. ربنا يوفقك يا رب. حبيبي يا استاذ. ربي يخليك يا حاج علي، ربي يخليك. عامل ايه يا استاذ محمد؟ استاذ عماد عبيد كمان بيقول لك يعني الكلام اللي هتسمعه الحلو من سمسم شهاب هو صاحب الخط والقلم فيه يعني. سمسم شهاب يا باشا ما بيعملش حاجه وحشه كلها. وعماد عماد ده عظيم جدا برضه، هما الاثنين ايد واحده، ويا رب ما يفرق بينهم. اللهم امين. طبعا ربنا يوفقه يا رب. سمسم شهاب من الفنانين المعدوده في مصر يا باشا. يا رب يخليك حاج علي. محترم رقم واحد في مصر احترام سمسم شهاب. يا رب يبارك لك يا رب. ما شاء الله. ربنا يوفقك يا رب يا احمد. حبيبي انت وعم فارس واخواتي وناس الشرابيه المحترمين كلهم والله. انت اخويا يا ابو احمد. يا رب يخليك. ربنا يخليك. يا رب يخليك حبيبي يا حاج علي. ربنا يوفقك يا رب. فرحان ربنا يخليك يا حاج علي. حاج فارس والناس بتوع الشرابيه وطبعا عم ابو اسلام وكل الناس الكويسه جدا وعم اشرف الخشاب، كل الناس دي كلها على راسي من فوق. انا بشكرك جدا يا حاج علي، وعايز اقول لك ان يعني بالنسبه لي انا الشرابيه، وعايز اشكر الاستاذ اشرف الجابي طبعا اللي ساعدنا النهارده كتير في معلومات نجمعها يعني. بس خلينا نقول بعد كده انا قريت حاجات افضل بطريقه افضل. بس خليني عايز اقول حاجه، اهالينا اللي بنسمع عنهم وبنسمع اسمائهم والله انتوا سبب في نجاحنا احنا التلاتة، الحاج علي وعيلته ولمة الشرابيه وقعده الشرابيه والزاويه، هم دول سبب في النجاح والنعمه اللي احنا فيها. عماد عبيد لما عمل اغنيه المحكمه، طبعا انتوا مش عارفين، مش عارف حضراتكم عارفين ان عماد عبيد اللي كتب الاغنيه دي ولا لا، اغنيه المحكمه اللي اتغنت ومصر كلها غنتها، مصر كلها وقفت عند كلمة المحكمة، وكأن المحكمة دي يعني دي حالة كل الناس مرت بيها أو شافتها أو عاشتها. خلينا أقول لحضراتكم، عماد عبيد ده في يوم من الأيام بذل مجهود ضخم جدا 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 عشان يطلع الأغنية دي للنور، ولما طلعت الأغنية دي للنور نورت سماء الفن الشعبي. أنا بشكرك يا عماد عليها بجد. تسلم لنا وتعيش يا رب. هنسمع بيت العيلة بقى ولا استاذ عماد ليه علامات؟ سيبك من شغله معايا كسمسم، يعني عماد ليه علامات كتيرة قوي في السوق، وعماد من الناس اللي ايه اللي هي عندها دايما شغف وعنده ودؤوب على شغله وبيجري وبيسعى وبيجتهد. وفوق ده بقى يعني عماد الحمد لله مصلي بتاع ربنا، ما شاء الله، ملتزم مؤدب. عماد الكل. والله عماد مش مادي، عماد بيحب الشغل عشان هو بيحب الشغل. ربنا يخليك. عماد بيحب يكتب عشان بيحب يكتب. اتعهدنا لما اشتغلنا مع بعض انا وعماد، وانا برضو كل مش عايز اغفل صلاح ولا ايمن الطويل ولا كل الشعر اللي اشتغلت معاهم كلهم اخواتي، واحمد شريف والناس المحترمه دي، حتى احمد غريب في اللي جاي ان شاء الله، ورضا برهام وصلاح عطيه وكل الشعر دول وشريف صلاح، كل الناس دي لما اشتغلت معاهم اتعهدنا ان احنا نقدم للناس رساله، نقدم حاجه كويسه. والحمد لله رب العالمين، انا اتكلمت في قضايا كتير جدا غيري ما اتكلمش فيها، واوعد الناس ان اللي جاي كمان هيسمعوا حاجات غيري برضو ما اتكلمش فيها. انا عارف ده ان شاء الله. طيب خلينا نسمع بيت العيله بقى عشان نعيط وانا نفتكر ذكريات بيت العيله. اسمع يا عمده كده وكل مشاهدينا في كل مكان، اسمعوا بيت العيله دي بجد هتلمس قلوبكم وبراحتك. الغنوة دي برضو ألحان وليد عبد العظيم وكلام شريف صلاح وتوزيع مجدي داود. طبعا هنسمعها من غير حاجة بس لازم أقول حقه في الكلام يعني.
انا خدني الحنين وقلت ازور ازور بيت العيلة، العيلة وحشني واشوف كمان صورة ابويا، ابويا اللي تملي حضنه وحشني واسلم على اخواتي واشوفهم من بعد غيبة وادخل اطمن كمان وابوس ايد امي الحبيبة. لقيت امي حزينة ساكتة وعينيها عمالة بتدمع وبصة لأوضة ابويا اللي كنا فيها بنتجمع. خدتها في حضني وميلت على ايديها ابوسها ودخلت أوضة أبويا لسه في شكلها هادية وبسيطة، ما فاضلش حاجة باقية منه غير بس صورة، صورة على الحيطة، غير بس صورة، صورة على الحيطة وشوية هدوم، حبة هدوم في دولابه، حبة هدوم في دولابه لسه في كياسها. وانا خدني الحنين وقلت ازور بيت العيلة، العيلة وحشني وافتكرت ابويا لما مسكت صورته لما كان بيلمنا حواليه في اوضته. في حاجات ممكن ما نحسهاش وهي ماتنا، وانا والله حسيت بقيمته بعد غبته. افتكرته لما كان عالاكل يجي يلمنا حضن دافي بجد كان كله حنان بيضمنا، صعب تنسى حد بيجري جوا دمك بس اللي مصبر قلوبنا ربنا كان تملي يوصيني على اخواتي قال لي انتوا كل شيء يا ابني في حياتي، اوعى يوم الدنيا محمد تفرقكم ولا تقسوا على بعض بعد وفاتي. شيل في عينك اخواتك عمدة وحاجي عليهم، هما سندك هما ظهرك استقوى بيهم، لو الشيطان دخل ما بينكم يا ابني في مره خليه عليك يا ابني انت ورضيهم. امك الطيبه جوه عينيك تشيلها وزي ما تحب ولادك يعملوك عاملها، أمك الطيبة جوه عينك تشيلها وزي ما تحب ولادك يعملوك عاملها. ما هو كله في الدنيا دي سلف ودين، ومهما تكون ظروفك اوعى تزعلها. بتمنى لو بس مرة في الحلم يجي واكلمه اشوفه واطمن عليه من تاني واحضنه، انا نفسي ابويا في الحلم يجيني واكلمه اشوفه واطمن عليه من تاني واحضنه. دايما عايش جوه قلبي يابا ومش ناسيك، من كل قلبي بدعيله ربنا يرحمه. قلب وجعني. الله يكون في عون الناس اللي اتأثرت بالأغنية دي، بس تسلم جامدة.
اخر حاجه. احنا قدمنا رساله في صوره قصه. يعني انا حكيت القصه بس قدمت وصايا الاب. خلي بالك من اخواتك، راعي امك، ما تاكلش حرام، اعمل سوي. قدمنا جميل. يعني عملنا ستوري وخرجنا منها بنصايح. الله خد بالك، ده كان مهم. نصايح حياه جامده يعني، بس ودي حياتنا كلنا. مين فينا ما ترباش على الطبليط؟ مين فينا ما اختلفش مع اخواته؟ بس كده. طيب خلينا ناخد ايمن مجدي. هو يا استاذ ايمن، هنوطي التلفزيون لو سمحت يا استاذ ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا مش كنت مجهز كلام كتير قوي اقوله لك يا استاذ سمسم. الله يخليك، الله يخليك. باغنيتك اللي انت لسه قايلها دي، عايز اقول لك يعني مش قادر اجمع اعصابي، بس بجد 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 يعني الله عليك. الله يخليك. احساس جميل و كل حاجة حلوة فيك يا استاذ سمسم والله. الله يخليك، الله يخليك. وبحيي الشاعر الكبير استاذ عماد عبيد. طبعا ده عماد نجم كبير. وبقول يا رب يا رب دايما ابو احمد في توفيق ومن نجاح لنجاح. يا رب يخليك. ويا رب يخلي لك ولادك تفرح بيهم ونشوفك دايما يا رب كده في الاحسن. يا رب يخليك. بشكرك جدا يا استاذ ايمن، وخليني اقول لحضرتك يا استاذ سمسم الرسائل دي احنا محتاجين نشوفها من فنانين كتير. يعني تعالوا نستغل نجومية البعض او نستغل شهرة البعض ونروح لحاجة اسمها رسالة لوجه الله تعالى. من كل 10 اغاني اعمل واحدة علمنا فيها حاجة، ده لو عندك حاجة تعلمها لنا اصلا. تعال اقول خلي حد يكتب لك كلام ليه علاقة بالضمير، بالرحمة، بالود، ببنت الجيران اللي لازم احافظ عليها، بامي اللي لازم اقف جنبها، بابويا اللي انا في اخر العمر برميه وباجي عليه عشان 2 جنيه. تعالوا نتعلم من ده. سمسم شهاب لما جه بيتكلم عن عيشة الناس الغلابة، عيشة الغلابة دي كانت برضو اغنية من الناس اللي هو انت لمست نبض الناس الغلابة. اصل انا منهم يعني، انا منهم يعني، قليت وطيت انا منهم. انا ابويا الله يرحمه كان راجل موظف غلبان جدا. احنا اسرة بسيطة مش متوسطة، يعني تحت المتوسط بكتير. كان منابنا مثلا من الاكل او من الفاكهه يعني كان بيبقى قليل جدا، لكن كنا متربيين كويس قوي الحمد لله. الحمد لله. ابويا تعب جدا عشان يربينا، شفت منه مثال للاب اللي ما فيش منه اتنين يعني. فالتربيه دي فرقت، وهو اللي مخليني انا كده. تربيه ابويا الله يرحمه يعني انا ما اقدرش اخالف نصايحه. فانك تلمس الوتر، وبعدين شعب مصر اكتر من 85% منه بسيط. فانا بنتمي للطبقه دي، وعشان كده بقدر اخاطبهم الحمد لله. وقدمنا عيشه الغلابه، الاستاذ عماد ابدع في الوصف فعلا فعلا. انا بنحني لاحتراما والله، ابدع في الوصف. وشريف حمدان الملحن ابدع في اللحن، وخالد عرفه ابدع في التوزيع. علشان كده الغلوه الحمد لله رب العالمين في الشارع كانت مسموعه بشكل حلو قوي. فان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي نقدر نقدم احسن. الغنوه دي جميله جدا، غنوه حلوه وانا بحبها. طيب في اغنيه يا استاذ سمسم وعماد انا هقول لك عليها وانت قول لي راي اخرتها كده، عارفها الاغنيه دي؟ طبعا. لا طبعا. اخرتها كده دي لما بتسمعها بتحس بايه كده؟ قول لي. لا هي بحاله شجن يعني، هي حاجه وهي اغاني كلها اغاني الفنان سمسم كلها هادفه وكلها هو ميال للشجن. حتى احنا بما اننا شعب مصر بيحب الشجن فهو ميال لنا خالص. لا اغاني كلها محترمه وبحس طيب خلينا نقول احنا هناخد اخرتها كده، بس عايز اخد 2 دقيقة بعد اذنكم في الكلام عن الفيديو كليب. اتفضل. الفيديو كليب النهارده ليه بقت جرت العاده رقاصه وعريانه؟ هو بقى فيديو كلاب اسمه كده. فيديو كلاب مش كليب يعني، فيديو كلاب مش كليب. ليه بقى؟ ما هو نايت كلاب. ليه بقى كلاب؟ ليه بتشوف الفيديو كليب الكلاب؟ لان خلاص بقى فيه كل مواصفات الكلاب، الرقاصة الضرورية جدا، الاساسية جدا، ضرورية اللي اتفرضت عليها في الافلام. بحترم كل الفنانات، لكن الفنانات اللي بيقدموا فن مش اغراء. بس كده بقى دلوقتي موجودة في الفيديو كلاب لازم الرقاصة. يبقى المطرب بيغني وفجأة تلاقي رقصة طالعة فجأة،
بدون اي مقدمة. لا وفي مطرب بدون ذكر اسمه يعني حط يعني ايه ميزة ان انا بقى شايف مش عمل فن ده فيديو كليب وانا ممكن اقول اسمه بالمناسبة. انا ممكن اقول اسمه عادي جدا ويخلي الرقصة بترقص ويروح يعني لمسها بشكل غير لائق يعني. خلاص انت صوراجي انت جوه صوراجي اصلا. والله ما صوراجي ولا حاجة. لا بس لا بحترم ولادنا وبحترم عيب وبحترم يعني لا كمان يا ريت القنوات تاخد بالها من ده. يعني مثلا كان الاستاذ حلمي بكر كان بيتكلم عن الموضوع ده وقال ان صاحب قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا فلان وفلان وفلان اللي بيطلق عليهم لقب حج ذكر 3-4 قنوات فقال لهم انتوا ازاي بتحطوا ايديكوا على الكعبة وانتوا بتعرضوا الكلبات دي فدي امانة بس ويا رب يا رب تبقى الافلام في الفترة الجاية يعني تكون اغانيها زي زمان يعني كنا بنشوف المطرب الشعبي حتى لو في فنانة كانت بتبقى لابسة توب وكان الموضوع بيبقى شكله جميل قوي. هو احمد عدهوية مش مطرب شعبي؟ اه طبعا يعني هو احمد عدهوية ده مش كان مطرب شعبي؟ كتكوتي الامير ده مش كان مطرب شعبي؟ اه طبعا. حسن الاسمر ده مش كان مطرب شعبي؟ الاغاني دي اتحاربت برضه في الاول يعني الاغاني دي في وقتها ايام حليم اتحاربت زي المهرجانات. انت عارف اللي انا قعدت افكر فيه ايه؟ هو في مهرجان عراقي؟ في مهرجان كويتي؟ في مهرجان لا طبعا امريكي؟ لا اطلاقا. المهرجان مصري يعني هو وطن مصر. احنا عندنا الرياده يا عماد انت فاهم ازاي؟ احنا في الفن. لا بس انا عايز اقول حاجه هنا. انا عايز اقول حاجه. هو الفن وسيله ترفيه، وسيله ترفيه تبسطك، بس يا ريت لو وسيله الترفيه دي تبقى هادفه، ما تبقاش فيها كلام يخليك اللي انت تبقى مكسوف. انا ما كانش ابويا وامي عارفين اللي انا بكتب، ما كانوش عارفين اللي انا بكتب، واتعرض عليا اللي انا اكتب كلام ذو معنيين وما رضيتش. ما رضيتش ان انا اكتب كلام ذو معنيين. فموضوع اللي هو الكلام ذو معنيين اللي هو على اليوتيوب، ما فيش رقابه على اليوتيوب برضه. موضوع اليوتيوب ده جريء يعني. انت بزرار ما هو كل حاجه ليها مميزات ولها عيوب يا عمده. هو دي كانت دي عيوب الانترنت يا فندم. لازم تفعل نشاطها اكتر. تفعل نشاطها. انا في حاجه انا عايز بحث الانترنت كمان عشان تفعل نشاطها. هو لازم يبقى عنده اليه يفعل بيها النشاط. ايوه برافو عليك. يعني لازم يبقى في اليه. لازم يبقى في اليه. مجلس الشعب تصدر قوانين. قوانين أيوة تدي أيوة مساحه لانقاذ أيوة المهنه أيوة الموسيقيه أيوة والمصنفات الفنيه. مزبوط وانا مزبوط اعتقد أيوة ان الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه يعني اتمنى عندنا عندي امل فيها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. عايز اسمع اخرتها كده عشان خلاص ما بقاش عندي وقت. فهاخد اخرتها كده. اخرتها كده كلام احمد شريف ونختم بعدها بقول لحن الكائن امام سيادتكم سمسم شهاب. توزيع حبيبي تامر صقر. الحانك. الحاني انا عامل كتير حاجات كتير من الحاني. طب سمعني الحانك كده اخرتها كده. حاضر. معلش انا لا لا تحت امرك. تحت امرك. بس مشاهدينا بيحبوا بقى. اخرتها كده يسيبوني كده بنزف همي ويمشوا عادي قلبي يموت على ايدي قصادي بسهولة كده اخرتها كده يسيبوني كده الا عشان يبقوا في يوم ليا بس ويا دنيا تراب رجلي يرموني كده اللي عشت العمر ليهم حضني دافي اللي شلت هموم قلوبهم فوق كتافي اللي عشت العمر ليهم حضني دافي اللي شلت هموم قلوبهم فوق كتافي ليه يزيدوا في قلبي همه يذبحوه من غير ما يسموا وفي راحوا تخلوا عنه بسهولة كده بقى هي كده يسيبوني كده إلا عشان يبقوا في يوم ليا بس ويا دنيا تراب رجلي يرموني كده إلا أنا قلبي بصم بالعشرة على إخلاصهم باعوا العشرة وردوا الجميل خلوا لي ما يشتري يتفرج على دمعي ويقول ويهرج ده جزائي الأصيل ليه يا زمن خلتني قطاطي وترفع ليه من قيمة الواطي ودي برضو الأصول ولا الطيب في الدنيا دي ماله
مش عايش ولا لي مكان كده فاضي وعذابه يطول من النهارده القلب الابيض فيا مات وحقي هاخده يا دنيا منك من سكات من النهارده القلب الابيض فيا مات وحقي هاخده يا دنيا من سكات اللي جرحني في قلبي وهده بكره يا دنيا بايدي ههده وهعلم عليه واوريه الوش التاني ومهما دموعه تترجاني هسيبها في عينيه مش هرحم ولا حتى سمي اجرح فيه والقلب مغم بتمن اللي راح. حلو كده حماده بقى. انا عايز ابيت كلمه اخيره تقول للناس اللي بتكتب كلام مش لائق، الناس اللي معاه ليا سعر، يعني انا راجل مؤلف عشان ابتدي انا حياتي وعايز اغني اشتري الاغنيه ب 20,000 جنيه ليه يعني؟ مين قال لك كده يا عم؟ انت فين؟ وانا قلت انت انا جاي لك في ميكروباص. لا انت هتقول لي كده؟ لا، في حاجات والحان غاليه جدا وكلام يعني انا هضطر اخد من الناس يعني حجم خبرتها قليل لاني على قد فلوسي، فاحنا عايزين نساعد الناس اللي بتغني لو في حد بيغني. كلمه لكل اللي كتب كلمه عيب، كلمه لكل اللي عمل اغنيه بعتها لنا. وايه اللي كتب اغنيه عيب ده تاريخه ضخم جدا، تقول له ايه؟ لا هقول له الاول هقول له انت اخويا وحبيبي وصاحبي وانا يعني بكلمك من خبرتي الصغيره، بس اعتبر الغنوه دي اللي هيسمعها امك اختك ابوك اخواتك اللي هيسمعوه. انت ترضى ان اخواتك يسمعوا كلمه عيب؟ مش هتقبل. فراعي ضميرك في حته زي كده. طيب خليني اقول لك يا عماد انا بقى كلمه قبل ما اختم معاك. انا بقول لك شكرا على كل حاجه محترمه قدمتها لنا، شكرا ان انت بدون ما تشعر انت كتبت لاهم نجوم الوطن العربي في مصر. انت ما فيش حد كبير ومحترم الا وكتبت له، يعني بدءا من اي حد عشان ما انساش حد، بس كل النجوم سمسم شهاب احمد سعد عباسي طارق الشيخ كل الناس انت كتبت لهم. فانا بقول لك شكرا انك انت احترمت جمهورك. عايز اقول حاجه، طب فعلا يعني عرفان بالجميل بجد والله. يعني انا كان افتكر الموضوع ده كان سنه 2002 2003 حاجه زي كده، ما كانش ليا اي غنوه في السوق خالص، ولقيت الفنان سمسم بيتصل بيا، حتى الرقم يعني هو جاب رقمي من صلاح موندي، ولقيته بيقول لي انا عايز، انا كنت خلاص يعني محطم نفسيا، يعني الموضوع مش عارف اثبت نفسي ومش عارف غنوه تطرح لي في السوق مفيش. ولقيت والله يا محمد تليفون، ايوه عماد انا سمسم شهاب بعد اذنك. هو هنا بيكلم واحد بقى يعني ايه، يعني انا حسيت ان انا ليا اغاني كتيره في السوق بقى. بعد اذنك انا بعمل الالبوم بتاعي وكنت عايز منك غنوتين. الراجل ده محترم قوي، محترم قوي 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 قوي، وهو اللي طلع جيل من الشعراء كتير، يعني كل من صلاح موندي، من هاني فاروق. اول هاني فاروق ده ملحن كبير، اول غنوه نزلت لهاني فاروق كانت افرد جناحك في الهواء، كان سمسم شهاب وصلاح موندي واحمد الشريف، وده هو مطلع الجيل الشعراء الفتره اللي فاتت دي، مدرسه سمسم شهاب بجد والله. فانا بشكره على الهواء والله، يعني بشكره فعلا. لا ده من ادبك، من ادبك. انا بشكرك. انا تخيل بقى ان اللي قاعد قدامك ده كان هو السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. ربنا بيسبب الاسباب طبعا. يعني انت فكرت يا استاذ محمد انك تجري لي في الخير، فربنا سبحانه وتعالى انبعت لك الخير قبل مني طبعا. فانا فكرت ان انا اعمل خير مع عماد واتعامل معاه واكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، اتمنيت ان اكون سبب، فهو كان سبب ان ربنا يكرمه. سبحان الله. ربنا يجعلكم دايما اسباب لبعض، وربنا يجعلكم انتوا الاثنين سبب ليا ان انا يعني اكون كل الشعر اللي قال اسمائهم كلهم على راسي من فوق، كلهم محترمين وكلهم اخواتنا طبعاً. وكل الناس اللي في الوسط الفني، مطربين ملحنين، كلهم صحابنا وبنحترمهم كلهم، ايا كان مين بيحبنا مين بيكرهنا، المهم ان احنا بنحب كل الناس. او انا بالاصاله عن نفسي يعني بقول ان انا بحب كل الناس، ما فيش حد انا بكرهه تماما. بتمنى الخير لكل الناس اللي بتشوفنا في كل مكان، وبتمنى يا رب السعاده لكل واحد مهموم، ربنا يبعد عنه الهم. بشكرك استاذ سمسم. تديني فرصه دي. ما انت هتختم يعني، قول اللي حضرتك هتقوله، بس خليك فاهم انك هتختم بعيشه الناس الغالي. حاضر. انا بس عايز اشكر جمهوري، اقول لهم اني دايما مديون ليكم،
بالعرفان بالجميل وبالاحترام، ودايما ان شاء الله بعد ربنا سند ليا. عايز اشكر كل اعلامي بيشغل نفسه او كل حد في الوطن بيشغل نفسه بان البلد دي ربنا يكرمها، وبقول لكم والله العظيم ان شاء الله الخير جاي بامر الله، تفائلوا خيرا تجدوا. البلد دي حميها ربنا، وعمر ما بلد ربنا بيحبها تقع ابدا ابدا. ونعم بالله، ان مع العسر يسر. ونعم بالله، ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله، اللي جاي خير. بس بشكرك جدا، وبشكر الاستاذه مدى بيت، انا اللي بشكر، وبشكر الانسه ساجده، وبقول لك نورتني شرفتني. بشكر الاستاذ محمود اللي بيشتغل طبعا مع الاستاذ سمسم شهاب، وبشكر الاستاذ شريف الراجل المحترم مدير اعمال الفنان سمسم شهاب، وهو صاحب يعني الفضل النهارده حلقتنا تنجح. اوعى تنسى احمد ابني، ما هو على طول مش هدخلني البيت. لا وبشكر الاستاذ اشرف الجابي، وببارك لبنت الاستاذ سمسم على ما شاء الله ما شاء الله الامتياز دايما في نجاح وفي تفوق. استنوني بكره في حلقه خاصه جدا جدا ان شاء الله، اتمنى يعني تكون عند حسن ظنكم. هيكون معايا سيد رئيس حي منشئه ناصر اللواء محمد عبد الجليل، في الجزء الثاني من حلقتنا هيبقى معانا يعني مفسره الاحلام الشاطره جدا الهائله جدا صوفيا زاده. هنعمل حلقه قويه جدا، سهرانين سهره صباحي. استنوني بكره قبل ساعتين وحته من دلوقتي ان شاء الله، نبقى معاكم على خير. واتمنى لكم يوم سعيد. بشكرك يا عماد، اسمع عيشه الناس الغلابه، وبشكرك لتاني مره. مبروك لفاطمه بنتي، عشان برضو انا عارف انك ممكن ما تدخلنيش البيت. مبروك اليوم، مبروك يا فاطمه بنتي الصغننه في الدكتوره. اللهم اللهم جربت تقف كده متقدر في طابور العيش، ولا تكون عسكري متغرب مطحون في الجيش؟ حسيت باللي يا دوب على قوته بيجري ومحتاج، ولا بعيان بيموت علشان مش لاقي علاج؟ ما تكومتوش عيلة في أوضة وموارب بابك، ما قعدتش يوم على طبلية مستني ما نابك. حسيت بابنك أيام الشتا بردان متوتر، علشان كان سقف البيت مفتوح والسما بتمطر. شفت الغلابة هما مين؟ هما اللي فيها مطحونين. شفت الغلابة هما مين؟ هما اللي فيها مطحونين، عايشين على باب الله ومسلمين لله، عايشين على باب الله ومسلمين لله. طيبة منهم مش خيابة، هي دي هي دي عشت الغلابة الغلابة الغلابة.